السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا. هنا أحمد ناصر أحييكم من AN بالعربي. في هذا الدرس سنتحدث بشكل كامل عن إعلانات سناب شات عن طريق سناب شات Advertising Platform، وهي عبارة عن منصة سناب شات الإعلانية. طبعا إعلانات سناب شات هي إعلانات جديدة جدا مقارنة مع المنصات الأخرى، وسناب شات يعني هناك فروقات رئيسية من ناحية سناب شات، من ناحية السعر ومن ناحية الاستهداف، لأن سناب شات هو عبارة عن تطبيق فقط بعكس المنصات الأخرى مثل فيسبوك وتويتر التي لديها مواقع. فإذا ذهبنا إلى سناب شات على الموقع الرسمي لسناب شات وبحثنا على account.snapchat.com، تحتاج أن يكون لديك حساب سناب شات، طبعا الجميع عنده حساب سناب شات. تحتاج بعدها تذهب إلى إشي اسمه سناب شات أدز، تبحث عن سناب شات أدز، بعطيك سناب شات أدفرتايزنج بلاتفورم، تكبس عليها theads.snapchat.com. بعدها بطلب منك تسجل، بتعمل تسجيل، بطلب منك تدخل الكابتشا اللي بدك تدخل كابتشا ستوري فرونت مثلا، أو سيلكت كارز أو whatever. نختار الأشياء ستوري فرونت، أوكي. بعدها بنعمل لوجين، وهيك إحنا ندخل عن طريق حساب نفس سناب شات، الحساب العادي على سناب شات أكاونت. طبعا بطلب من إحنا ندخل البزنس أكاونت، طبعا يفضل يكون عندك بزنس. طبعا إحنا راح ندخل البزنس أكاونت الخاص فينا، راح أدخل الاسم، التفاصيل الثانية هنا United States Currency، وراح اعمل كونتينيو. طبعا هنا التايم زون كنت اختارها، ممكن تغيرها كونتري، راح نعمل كونتينيو. طبعا اذا عندك بزنس، ما في عندك، بتدخل تفاصيل خاصة فيك على مستوى الشخصي، فبتعمل هنا كونتينيو. بعدها بخذني على هاي الصفحة. طبعا في هاي الصفحة بطلب مني عدة امور. اول شيء بطلب مني اعمل اعلان. طبعا في صفحة الاعلان في عندك عدة خيارات، في عندنا شيء اسمه كرييت ادز، في سناب ببلشر، وفي مانج اد، وفي سناب بيكسل. هلا نحن راح نعمل سناب شات او سناب اد عن طريق استخدام خيارات الخاصة بالسناب اديتر. طبعا في عندنا تو مودز، في عندنا مود او وضع البسيط اللي احنا داخلين فيه، وفي وضع الادفانس. طبعا احنا بشكل عام نستخدم الوضع البسيط لانه فيه كل الخيارات. الوضع الادفانس فيه خيارات اضافية متقدمة ممكن نتفحصها لاحقا، بس احنا راح نروح على الايزي مود اللي احنا داخلين عليه هنا، ونعدل على خيارات الخاصة بالصفحة. فاول شيء نختار طبيعة الاعلان الخاص بسناب شات. ففي عندنا اعلان سناب ات، اعلان على سناب شات، اعلان عادي اللي هو بيكون عبارة عن فيديو او صورة والناس بتقدر تشوفها عشان ولما تعمل سوايب اب، يعني تعمل لفوق. في عنا ستوري اد اللي هي الاعلانات بتكون في ستوري، اللي هي باينة بتكون ادز يعني في الصفحة. في كوليكشن اد اللي هو اعلان مجمع ممكن يكون، وفي اعلانات الفلتر. هلا احنا بشكل عام الازود اعلان دارج اللي هو الاعلان السناب اد اللي بيكون ما بين السنابات، بيطلع لك ما بين السنابات، هو اعلان في نسبة مشاهدة كبيرة عليه، لانه بالعادة الناس ما بتشاهد الاعلان اللي اسمه اعلان، لانه بكل قضاء اعلان شو بدي فيه، بروح بشاهد الاعلانات اللي انا بشوفها وانا اتصفح بطريقة غير مباشرة. فراح نختار السناب اد الموجود عندنا من ضمن الخيارات. بعدها بدي ادخل اسم الاعلان، تمام، وبدي اعمل ابلود لسناب شات. فبعمل ابلود للكتالوج، ابلود كتالوج. بدك تعمل داونلود ايش اسمه تيمبليت. ايش هو التيمبليت؟ التيمبليت هي عباره عن برودكت كتالوج سناب شات بعطيك اياها كامثله على الاعلان وكيف تستخدمه. فينا هنا الكتالوج اللي موجود. طبعا اذا في عندك كتالوج تقدر ترفع الكتالوج، وسناب شات بيساعدك انك تصمم هذا الاعلان. طبعا احنا راح نرجع باك هاي الصفحة، خلينا نفتحها مع بعض. هاي الديالوج. طبعا بطلب منك الاي دي، بتضيف الاي دي مثلا رقم واحد، تايتل مثلا خطة، ديسكريبشن خطة مثلا خطة اونلاين كورس. بطلب منك اللينك الخاص بالخطة مثلا، لينك ريكوايرد، فبدك تدخل اللينك اللي هو https خطة او am بالعربي.com او خطة
ندخل اي او خطة دوت كوم فيش HTTPS. بطلب منك تدخل الصورة، فممكن احنا نيجي على جوجل نفتح اي صفحة من صفحاتنا خطة. نبحث عن الصور، نختار صورة محددة، فرض ان هاي الصورة بالنسبة للأفيلابيليتي، الأفيلابيليتي اللي هي التوفر الخاص بهذا العنصر، والبرايس، البرايس $250، كونديشن نيو. بالنسبة للأفيلابيليتي بعطينا مشكلة، بعطينا يس ريكوير براند اي ان بال عربي. طبعا الريكوايرد الاوبشنال مناش ندخلهم، كل الاوبشنالز ما ندخلهم، ندخل بس الامور ريكوايرد. ان اونلاين بروجرامينج كورس ان عربيك ريكوردد 20 اورز بروجرام، فبدخل هنا الوصف الخاص بالخطة، بعمل يس. بعدها باجي برفع الكتالوج على الموقع، بعمل هنا ابلود، بختار الكتالوج، اتاكد انه شغال اول شيء، شغال في كل التفاصيل، ممتاز. بعمل ابلود، اسم الكتالوج اللي هو اي ان بالعربي كات 1، بعمل له ابلود. اوكي، بختار المنبر، بختار الرول اللي هو ادمن، بعمل له اد، بعمل دن. هاي رفعت الكتالوج، بيحكي لي هنا وان برودكت فيلد، لما تيجي فيلد بيحكي لك ليش. اوكي، بالنسبه للافيلابيليتي فيلد بدكش تحط ارقام او اي حاجه ثانيه، بتحط اللي هو ان ستوك. اوكي، بتحط الان ستوك الفاليو، لازم تكون ان ستوك، مندخلها هنا، وبعدين بتعمل طبعا حفظ، نعمل يس. بنرجع هنا بنعمل edit upload، وبنختار ال CSV فايل، نعمل update على الملف اللي رفعناه، فعم بعمل update زي ما شايفين الآن، تم رفع الكتالوج. فبعد ما تعمل كتالوج وهيك انت رفعت الكتالوج، الimage، الرابط، السعر، ال description، in stock، ال conditions، وكل التفاصيل الموجودة هنا. بعدها بروح على، بعد ما اعمل الكتالوج بنرجع على الصفحة الرئيسية. اوكي، بروح هنا على الكتالوج اللي عملته، بكبس على الزر اليمين، بعمل كرييت اد، بختار الحساب اللي هو احمد ستينكي سولوشنز. اوكي، بعطيني هاي الصفحة، بروح على الهوم بيج. اوكي، بعمل نيو كامبين، نيو كامبين، طبعا تيجي بتعمل كامبين او بتعمل كريت اد. لما تيجي تعمل كريت اد بطلب منك تعمل كويك ان ايزي ولا تعمل ادفانس كريت، بختار كويك ان ايزي، بختار سناب، بختار البرودكت اللي هو ام بالعربي كتالوج. هلا بطلب مني ادخل كريت بيك ماي بيكسل سناب بيكسل، بعمل البيكسل. طبعا البكسل بدك تحطه داخل الصفحة اللي عندك، فراح احنا نعمل كوبي للكود الموجود هنا، وهذا البكسل راح نحطه داخل الصفحة الموجودة عندنا، تمام. فراح نحطه داخل الصفحة الموجودة عندنا. طبعا الصفحة الموجودة عندنا بنعملها فايلزيلا، نفتح الفايلزيلا. نروح نفتح الموقع اللي بدنا نحط فيه البكسل مثلا بالعربي. نفتح الصفحة اللي بدنا نضيف عليها البكسل
then the themes. اوكي بنروح داخل الصفحة هاي بنضيف البكسل اللي بدنا اياه. طبعا يفضل انك تضيف البكسل داخل الهيدر، ف شوف وين الهيدر خاصة بهاي الصفحة. عندنا عندنا هنا ال page، فينا head end of head، بضيف البكسل الخاص بسناب شات هنا، وبدخل اليوزر ايميل. اليوزر ايميل هو an بالعربي، او بدخل info at ahmednasser.com والبزنس ايميل نحن مستخدمه. بعمل طبعا سيف، زغر الصفحة، نعمل يس. بختار المنتج، طبعا هون بعطيني الصورة الخاصة بالمنتج. اوكي بنحط هذا الشكل. نحدد البرايس، بعدها بنعمل دن. اوكي بعدها بكون عندنا الاعلان بهذا الشكل زي ما شايفين. بسمي الاعلان بدي اياه، مثلا الخطة الشاملة لتعليم البرمجة احمد ناصر بالعربي. الهيدلاين تو ابير ان سناب، اشترك الآن وتعلم البرمجة من الصفر. بعمل enable السناب بيكسل. اوكي طبعا سناب بيكسل هو عبارة عن سناب بيكسل بقدر استخدمه عشان اعرف اذا اليوزر اشترى ولا ما اشترى من الموقع، فهو طريقة مهمة جدا عشان احنا نعرف شو صار على الموقع واذا اليوزر شرى ولا ما شرى من خلال الموقع. ما راح اعمل شيرابل لانه بديش الشير ايكون تغطي على السوايب، فبعملها ديسيبل. الميديا موجودة عندي هنا، سناب ميديا موجودة عندي هنا. الويب سايت طبعا راح يكون عبارة عن لينك ويب سايت، راح اودي على صفحة الخطة. مش راح نعمل بريلود ولا اوتو فيل لانه بدناش تكيش على السيرفر عند سناب شات. اللينك راح يكون موجود عندنا هنا. بنضيف الكوبون، فينا كوبون كود بنضيفه على اللينك، فبندخل هنا الكوبون كود بهذا الشكل. راح استهدف انا الدول التالية: السعودية، سعودي اريبيا. راح استهدف الـ كل اللوكيشن، جميع انكلود سعودي اريبيا. طبعا راح اختار كل المدن. الاعمار راح استهدفها من عمر 15 لعمر 35 سنة. راح استهدف كل الاعمار. اوكي بالنسبة للاوديس في عندي هنا 12 مليون تقريبا. بالنسبة للانترست راح اشوف شو في عندنا انترست. تكنولوجي مثلا نبدأ نبحث عن تكنولوجيا. مثلا تكنولوجي اي تي تالنت بوليتيكال دو ات يور سيلف. اوكي استهدف دو ات يور سيلف. كمبيوتر مثلا، في عندنا ايش كمبيوتر تالنت كومبيتيشن شو فان. ايوه استهدف ايضا الاشخاص اللي ساينس هاي سكولرز ماث ساينس.
هاي سكول أو ساينس فيكشن فانتسي. أشخاص اللي بحبوا سكول هاي سكولرز، تمام. شو في عندنا كمان؟ ليش الأشخاص اللي بحبوا الأكل؟ لأنه اللي بحبوا الأكل بالعادة مش الفئة اللي احنا مستهدفها، مستهدف الفئات اللي لهم علاقة في النوع الاستهداف اللي بدنا إياه. ف Action, Adventure, Basketball, Beauty, Business، أشخاص اللي بيشاهدوا بزنس، ممكن أشخاص اللي بيشاهدوا بزنس، بيوتي مش كثير، بناش نستهدف البيوتي، انرجي درينك، اي سبورت فاميلي، فاست فود، فيلم ان تي في، فودنس، جيمرز، جيمرز بدنا اياهم، خليهم بدل جيمرز خليهم مبرمجين. فهنا اونلاين شوبرز، ناس بتشتروا اونلاين بدنا اياهم. فهو يعني هي يعني اد اند اند يعني بيتم تجميع كل ال يعني حوالي جمعنا 6 مليون 7.5 مليون تقريبا الفانز اللي جمعناهم. اللي راح احنا نستهدف كل الاجهزه، راح استهدف انا كل الاجهزه، كل الناس اللي عاملين كونكشن. اوكي، هلا يفضل انه استهدف الاشخاص اللي شابكين واي فاي. ليش؟ لانه يعني حسب الاشي بدك اياه، بس بما انه دوره في دروس والانترنت سريع بالسعوديه فمش فرق كثير، بس الانترنت بطيء ممكن تستهدف الاشخاص اللي عندهم واي فاي. الكاريرز ممكن تستهدف كل الكاريرز. البادجت طبعا اقل بادجت ممكن تستخدمها اللي هي $50 في اليوم. بالنسبه لل البيكسل اللي راح نعمله، راح نعمل سوايب اب، لما يصير عندك داتا ممكن تحوله ل بيكسل بارتشس، تمام. راح تكون ديلي بادجت، طبعا ديلي بادجت. طبعا اذا بتحطها لايف تايم بادجت بحكي لك بدك تحط $140، خليها احنا ديلي بادجت. بالنسبه للتاريخ اللي راح نشتغل فيه، اليوم احنا التاريخ 11، كم التاريخ اليوم؟ 11/2. اوكي، فممكن نختار التاريخ انه مثلا من يوم فبراير من يوم 12 يوم ثلاثاء ليوم ثلاثاء، نحكي ليوم خميس. نجرب هالفترة 12 لخميس وايب اب. طبعا بنحط البيد اللي احنا راح نستخدمه. هلا هو بالعادة ممكن يعطيني اوتو بيد، تمام. هلا ممكن نحط احنا ماكس بيد. هلا بحكي لي الماكس بيد اللي انت ممكن تدفعه اللي هو 0.31، فانا بنحط ممكن نحط 0.5 المبلغ اللي هو 0.155 تقريبا للسوايب الفيو الواحد، تمام 0.15. طبعا هي نسبة كبيرة، فانا راح احاول اقلل 0.1، احط اقل حد يعني 0.1 بير سوايب، تمام. البزنس ادرس، انا بدخل البزنس ادرس، طبعا احنا ندخل البزنس ادرس الخاص فينا. ندخل بعض الشكل ستيت لويزيانا، ممكن تدخل عنوان البلد الخاص فيك، بس لانه انا رايح ادخل عنوان الامريكي. راح اختار دفع باي بال. اوكي، من انيبل سناب بيكسا، من انيبل كل التفاصيل، اختار السعودية، تختار برضو مناطق ثانية في السعودية، بس احنا بير كونتري، الاستهداف بير كونتري زي ما احنا شايفين. بالنسبة للغة ممكن نختار بس العربي، اختار ايضا انجليش، فهو راح يعني يستهدف الاشخاص اللي بيعرفوا عربي انجليش. بدناش نعمل ريستريكشن على الايج لانه الكونتنت للجميع يعني. status active، daily budget، البادجت اللي شفناها طبعا. daily budget احنا قللناها ل 0.1. هلا البادجت احنا قللنا البيد فقلل البادجت، تمام.
لأن إحنا بدنا نجرب نشوف إذا بزبط على 20 ممشي فيها، ما بزبط منزيد على 50. لكن في الفترة السابقة كان سناب شات ما يقبل أقل من $50 في اليوم. الآن بعد ما ضبطنا كل هاي الإعدادات، نعمل create ad، create my ad. فالآن زي ما شايفين awesome you are your ad is now publishing. راح يطلب مني ادخل pay with PayPal، بعمل pay، راح ياخذني طبعا على صفحة PayPal عشان ادفع. ندفع فيش مشكلة. طبعا راح يطلب منك تدفع على البنك، حسابك البنك، وراح ادخل انا حساب البنك الموجود هنا وندفع عن طريق البنك. فيش مزح مع سناب شات، تدفع عن طريق حسابك البنكي. فاذا بدك تدفع الباي بال لازم يكون حسابك مربوط في حساب بنكي. فبحكي لك هنا verify your email، بدك تفتح الايميل الخاص فيك. نفتح gmail.com، نعمل verify للايميل. اذا ما وصلك ايميل، هي وصلنا هنا، لازم اعمل verify للايميل ادرس الخاص فيا. بكبس هنا confirm، كونفيرم الايميل، ثانكس، ثانك يو فور كونفيرمينج ريدايركت. اوكي، عملنا كونفيرم للايميل، نعمل ريلود لهي الصفحه. اوكي، بنلاحظ الان ان الحمله اللي عندنا موجوده بهذا الشكل. بنقدر نتابع ال الإعلان الموجود هنا. طبعا بنشوف الرابط وبنشوف الشوب ناو والإعلان اللي موجود عندنا هنا، بنشوف التفاصيل الخاصة بالإعلان، قديش احنا دفعنا على سوايب فيو، قديش في عندي سوايبس، وأيضا في عندنا بيكسل تراكينج زي ما شفنا. حدثنا البيكسل تراكينج هنا في الهيدر لاحقا. بس يصير في عندنا بيكسلز، بنقدر نحن نعمل ريتارجتنج باستخدام البيكسل الموجود عندنا. ف يعني رفعنا احنا الاعلان على السناب شات وحدثنا البيكسل، شفنا كيف مع بعض ندخل البيكسل تراكينج هنا. اوكي، وشفنا كيف نرفع برضه على السيرفر. فهي هي الطريقه كيف تعمل اعلان على سناب شات. دائما عشان تراقب الاعلان بتروح على المانج ادز عندك في داخل الادز سناب شات، وهنا تبين عندك جميع الاعدادات. طبعا الحمله اللي عندنا ديليفر ستاتس اكتف، ستاتس خاص فيها اكتف، تقدر تشوف الاد سيت الخاصه بهاي الحمله، طلعت من اكتف. بقدر اشوف انا ادخل على الحمله الموجوده عندي اكبس عليها، لما تكبس على الحملة بعطيك الديليفري ستيتس الخاص بهالحملة انها ان ريفيو. فلانها اول حملة بنعملها على سناب شات راح بالحساب الموجود هنا، راح تقعد شوية وقت عبين ما سناب شات يعملها يعني معاينة. وملاحظ انه ستيت يعني الكامبين هاي موجودة لسه ما اشتغلت، فعبين ما تشتغل راح سناب شات يحول ستيتس الخاص فيها لاكتيف، وبعدها بنقدر نبلش نشوف امبريشنز وسوايبس اب العداد يشتغل عندنا في الصفحة. فهذا هو فيديو شرحت لكم في اساسيات الاعلان باستخدام سناب شات، كيف تستخدم حسابك على سناب شات الخاص بالاعلانات عشان تعمل اعلان ممول، كيف تعمل كتالوج، كيف ترفع الكتالوج اللي بيحتوي على شرح المنتج ووصف المنتج وتضيفه عندك على سناب شات. فبتمنى هذا الفيديو يكون نال على اعجابكم اصدقائي. شكرا لكم للمتابعة، نراكم ان شاء الله في الدرس القادم.